هلو دكتورة نور. أنا دكتورة نور يسري ماستر كراون، جيت هنا عشان خاطر أحضر كورس بتاع دكتور رضا عبد الفتاح بما إنه هو international speaker. إيه رأيك في الكورس يا دكتورة وفي اليومين اللي فاتوا؟ بصراحة دكتور كان more than great، كانت اللكتشر تحفة حلوة جدا. أوكي اللكتشر كانت حلوة جدا، استفدت بيها قوي، سواء بقى من الانفورميشن، سواء من طريقه الالقاء، لكل حاجه يعني بوينت بوينت التريتمنت، الكيسز، الكيسز كمان كان في فاريشن حلو فيها. اوكي الجزء البراكتيكال اللي احنا اتكلمنا فيه في الكورس، هل هيفيدك بعد كده في البراكتس بتاعتك في المرحله الجايه؟ بس يعني فعلا كان كل الكيسز كمان يعني كان في المين والفيميل، وكان في الجزء المين وفي الجزء الفيميل، الديفرنسز ما بين الاثنين تقريبا لاحظناهم. في كيس كانت سامبل شويه، في كيس كانت كومبليكيتد شويه، فحسينا الديفرنس ما بين الاثنين، فكانت لا يعني التشويسز بتاعت الكيسز كمان كانت لطيفه جدا. اوكي تفتكري ايه الحاجه اللي احنا ممكن نعملها تو بيتر enhance the services بتاعه الايجيبشن اكاديمي اوف كوزماتيك دنتستري؟ توسع في حته ان يبقى في كورس حاجه معينه، لازم يبقى يعني الماركتنج احسن شويه، كوميونيكيشن اكتر للموضوع، لاي حاجه من حاجات الكورس. دي حاجه. تاني حاجه حته الكوميونيكيشن مع اي حد بره. اوكي يعني لو في كليه توصل لكليه تحب يبقى في عدد اكتر. أوكي. لان في ناس كتيره البوينت دي او الكورس ده كانوا محتاجين، بس نتيجه ان ما يعرفوش عنه فما عرفوش. ما يقدروش يحضروا. لما تخرجي من عندنا ايه الورد اوف ماوث اللي انت هتقوليها للناس اللي انت تعرفيهم؟ تعالوا تاني. يعني كونتينيو، لو في كورس زي ده تاني او لو الكورس ده اتعمل تاني هم لازم يجوا تاني. وبالنسبه عن الفيدباك بتاعك عن الايجيبشن اكاديمي في كوزماتيك دنتستري؟ عجبني جدا الاورجنايزيشن بتاع كل حاجه، عجبني التايمنج، بغض النظر احنا كنا ديلي، بس يعني التايمنج بتاع كل حاجه مظبوطه. بصراحه انتوا كلكم متخيلوش عن بعض، كلكم كويسين جدا، محترمين جدا، معاملات لطيفه محترمه، كل حاجه كويسه. ميرسي يا دكتوره، نحب ان انت دايما معانا. شكرا.